السلام عليكم حبايبي، اهلا بيكم. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده ان شاء الله هنكمل منهج الماث لجونيور 1 الصف الاول الابتدائي، والنهارده عندنا اليونت بعنوان ascending order and descending order. again ascending، انا بقول ascending ascending عشان في بيقولوها ascending، انا مش بقول letter C، مش بنطق، ما بقولش ascending، لا اسمها ascending order and descending order. طب يعني ايه يا ميس مروة ascending order؟ ascending order اللي هو الترتيب التصاعدي، اللي انا برتب النمبر من الصغير للكبير، زي كده لما نيجي نطلع السلم بنطلع من الصغير للكبير للاكبر شوية للاكبر منه، ده اسمه ايه؟ ascending order، يعني ترتيب تصاعدي، يعني ببدأ من الصغير الأول وببدأ أكبر أكبر كده واحدة واحدة. طيب descending order، descending order اللي هو الترتيب التنازلي، يعني إيه يا ميس مروة؟ descending order تنازلي، يعني بنزل كده، بنزل من الكبير أكني بنزل كده السلم، باخد النمبر الكبير وبنزل كده واحدة واحدة، بنزل واحدة واحدة. انما الاسندنج اللي اوله ليدر A، انا ببدا من النمبر الصغير عشان في ولاد وبنات بيتلخبطوا فيها. انما descending order اللي هي اولها ليدر D، انا ببدا من النمبر الكبير وبنزل كده بظهري الاصغر فالاصغر فالاصغر. تمام. طيب نمبر 1 عندي ascending order، ascending order، وقلنا الاسندنج اوردر يعني من الصغير للكبير، يعني هنا ببدا عندي بالزيرو الاكبر شويه 1، بعد ال1 عندي 2، بعد ال2 عندي 3، after 3 4، after 4 5، after 5 6، هو هنا كاتب لي ال7، انا كده عارفه ان انا ماشيه على الطريق الصحيح طالما لقيت ان after 6 هو كاتب لي 7، after 7 8، after 8 9. يبقى انا في الاسندنج اوردر بمشي من الصغير للكبير، من الصغير للكبير، يعني بطلع السلم كده من تحت لفوق. تمام. طيب عكسها بقى بعديها descending order، descending order يعني من الكبير للصغير. طيب في ولاد بيعملوا ايه بقى؟ في ولاد هيروحوا يبدأوا من هنا ويمشوا كده، لا رونج، كده غلط، أنا عايزة أبدأ من الكبير عشان أنا في الديسندنج أوردر، ببدأ من الكبير، ببدأ من الشمال هنا مش ببدأ من اليمين. يبقى أنا هنا عندي نمبر إيه؟ 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2 1 0 0. لا انا عندي ال1 قبل الزيرو، يبقى انا عندي الاسندنج اوردر ببدا من الصغير، احفظوها كده، الاسندنج اوردر ببدا من النمبر الصغير، انما الديسندنج اوردر ببدا من النمبر الكبير. نركز شويه في الاسئله دي. بيقول لي هنا كومبليت، كومبليت يعني اكمل. نمبر A بيقول لي نمبر 3، ماله بقى نمبر 3؟ is greater than، واخدنا ان greater يعني اكبر من، greater than يعني اكبر من. طب دلوقتي بيقول لي هو ال 3 ده اكبر من ايه؟ يبقى انا كده هبص للي تحتيه الاصغر ولا الاكبر منه؟ اكبر منه. لا هو هنا بيقول لي ان نمبر 3 هو الكبير، هو كبير. is greater than، هو اللي greater than مش اللي انا هكتبه، يبقى مين اللي greater than؟ ال number 3، يبقى انا هاخد اللي اقل منه الاصغر منه. واحده واحده تاني، هنا بيقول لي number 3 is greater than، يعني بيقول لي ان 3 ده هو اللي ايه؟ greater، greater يعني كبير. طب هو اكبر من مين؟ يعني مين اللي اصغر من ال 3؟ عندي مين الاصغر منه؟ 0. ممكن ابدأ كده، ابدأ الاول من التو وبعد كده اقول 1 وبعد كده اقول 0، وممكن ابدأها من الزيرو وال1 وبعد كده التو، بس انا الاسهل لي اخلي الثري هي اللي قدامي
وانزل descending order ترتيب تنازلي عشان اخد الاصغر فالاصغر فالاصغر. تمام. number b بيقول لي number 5 is greater than، يبقى مين اللي عندي greater؟ 5. يبقى انا هاخد النمبر الاصغر من ال 5 ولا الاكبر منها؟ الاصغر منها. برافو. بس هو هنا جايب لي نقط واحده بس، يعني انا هختار رقم واحد بس الاصغر. ممكن اقول مين؟ 4. ممكن اقول 3. ممكن اقول 2. ممكن اقول 1. ممكن اقول 0. 0. اختاري اي رقم تحبيه. هتختار اكتب اني واحد منهم؟ 1. 1. اوكي. and smaller than، هو كل ده بيكلمني على مين؟ انا ماليش دعوه باللي انا كتبته، انا ليا دعوه بالنمبر اللي جايب لي في السؤال. انا كل ده بتكلم على نمبر كام؟ 5. طب بيقول لي ان ال 5 ده smaller than، يعني ال 5 ده هو اللي سمول، يبقى مين الاكبر منه؟ الثاني. برافو عليكي. ممكن اختار 6 7 8 9 10 اي رقم يكون اكبر من ال 5. ما تتلخبطوش بينها. هو هنا بيقول لي number 5 is greater than. greater يعني هو اللي كبير، يبقى انا احط هنا الصغير. امشوها بالعكس. لما يقول لي greater than اخد الاصغر منه، لما يقول لي smaller than اخد الاكبر منه. number c بيقول لي number، وهنا جايبها لي فاضيه، is smaller than 9. مين الاصغر من ال 9؟ 3. 3. تمام. 3. number 3 is smaller than 9، اصغر من ال 9. and greater than، انما ال 9 ده اكبر من مين؟ 7. من ال 7. number d بيقول لي هنا number 4، احنا بنتكلم على number 4، ماله بقى؟ is smaller than، ان الفور ده اصغر من مين؟ احنا قلنا لما نلاقي سمولر نحط العكس، نحط الاكبر منه. يبقى انا هحط كده نمبر اكبر من مين؟ من الفور. مين اللي اكبر من الفور؟ 6. 6. اوكي. and دي انا بتكلم عن فور، ماليش دعوه باللي انا كتبته. and greater than، الفور ده اكبر من مين؟ اكبر من ال 6. لا، الفور اكبر من مين؟ الفور هنا هو اللي كبير، يبقى انا هاخد رقم اصغر منه. مين الاصغر من الفور؟ التو. تو. هي اتلخبط، بس انا هقول لك حاجه، لما تلاقي سمولر ذان اصغر حطي رقم اكبر من اللي كاتبهولك، ولما تلاقي جريتر ذان حطي رقم اصغر من اللي هو مديهولك. امشي العكس. تمام. number e بيقولي number 3 is smaller than. لوحدك بقى، قلنا لما نلاقي smaller than بنحط العكس، بحط number اكبر من مين؟ 3. لان هو بيقول لي number 3 هو اللي smaller than، هو اللي صغير عن مين؟ 3. طيب انا بتكلم عن ال 3، ال 3 ده اصغر من مين؟ بحط رقم اكبر منه. مين الاكبر من ال 3؟ 7. 7. اوكي. and انا هنا بتكلم عن مين؟ 3. عن 3. and greater than، ال 3 ده اكبر من مين؟ يعني هنا عندي ال 3 هو اللي كبير، يبقى هاخد رقم اصغر منه. مين الاصغر من ال 3؟ 4. لا، اصغر من ال 3. 2. اوكي. طيب بيقول لي هنا underline يعني بعمل خط. the smallest number يعني ايه smallest؟ يعني الصغير. يعني انا هنا هبص على كل النمبر بس هختار واحد بس اللي هو اللي small، الصغير، واعمل تحتيه line. هنا عندي 7 2 9 5. مين اللي small هنا؟ 2. excellent. يبقى ال 2 هعمل تحتيها line عشان هو هنا قال لي the smallest number. The smallest number. طيب underline the greatest number. قلنا ال greatest يعني اكبر، كبير. طيب اكبر number هنا هنقراه من الاول. عندي 8 5 3 2. مين ال great هنا؟ 8. excellent. حط تحتيها line.
underline the greatest number. هي دي الكلمة اللي بتفوز عندي في السؤال، اللي بحط تحتيها line اللي بتبين لي ايه هو عايزه مني في السؤال. دايما في اي حاجة انا بشرحها معاكم بقول لكم ان في كلمة بتغششني الاجابة او بتنور لي الاجابة، طبعا مش underline ولا ذا ولا number، انما كلمة greatest. greatest يعني كبير. كبير. عندي هنا number 1, 4, 6, 0. مين ال greatest هنا؟ 6. excellent. حط تحتيها line. underline the smallest number. قلنا smallest يعني صغير. عندي هنا number 1, 4, 8, 0. مين ال smallest هنا؟ 0. excellent. طب هو ينفع اقول ال 1 هو ال small؟ no. انما الاصغر من ال 1 هو مين؟ 0. excellent. underline the greatest number. قلنا greatest يعني كبير. عندي number 3, 0, 1, 5. مين ال great عندي هنا؟ 5. excellent. underline the smallest number. قلنا smallest يعني صغير. عندي number 2, 7, 1, 0. مين ال small هنا عندي؟ 0. ينفع اقول ال 1؟ no. excellent. circle. circle يعني بعمل circle يعني دايرة. اوكي circle the greatest number. قلنا greatest يعني كبير. طب ال greatest هنا الكبير عندي ال 1 ولا ال 0؟ 1. يبقى هعمل circle على ال 1. circle the smallest number. قلنا smallest يعني صغير. عندي number 5 ونمبر 2. مين اللي small هنا عندي؟ ال 5 ولا ال 2؟ 2. excellent. circle the smallest number. قلنا smallest يعني صغير. عندي number 3 ونمبر 8. مين اللي small هنا؟ 3. excellent. circle the greatest number. قلنا greatest يعني كبير. عندي number 8 ونمبر 7. مين الكبير عندي؟ مين الجريت؟ ال 8 ولا ال 7؟ 8. excellent. حط سيركل على نمبر 8. طيب arrange. arrange يعني ايه؟ يعني برتب. arrange يعني برتب. arrange يعني برتب. لما يقول لي arrange معناها رتب. arrange the following in ascending order. اهم كلمة عندي كلمة ascending. احنا قلنا ascending من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير؟ من الصغير للكبير. excellent. انا هنا عندي number 7 ونمبر 2 ونمبر 9 ونمبر 5. اول حاجة بعملها طالما قال لي ascending بدور على النمبر صغير. اصغر نمبر هنا عندي ايه؟ 2. excellent. اشطب عليها كده واروح اكتبها هي اول واحدة. مين الأكبر منها شوية؟ 5. excellent. أخدها كده أشطب عليها وأنزل أكتبها بعد ال 2. طب الأكبر شوية من ال 5؟ 7. وأشطب عليها فوق. الأكبر بقى منهم؟ 9. excellent. أكتب 9. طيب هل أنا كده خلاص أمشي من السؤال؟ لأ، هراجع مع نفسي. عندي ال 2, 5, 7, 8. طيب انا كده بتأكد ان انا بطلع السلم واحدة واحدة. يبقى انا بعمل ascending order يعني من الصغير للكبير. number 2 قلنا arrange. arrange يعني رتب. arrange the following in descending order. قلنا descending يعني من الكبير للصغير. يعني اول حاجة عيني بتيجي عليها النمبر الكبير وبكتبه اول واحد. عندي number ايه هنا؟ 0, 5, 2, 8. مين النمبر الجريت هنا عندي الكبير؟ 8. excellent. اخدها كده اكتبها نمبر 1. طيب بعد ال 8 الاكبر منها بس الاكبر منهم كلهم بس اصغر من ال 8 شوية. بنزل السلم. excellent. باخد ال 5. طيب الاصغر من ال 5 هنا مين؟ ال 0 ولا ال 2؟ 2. excellent. اكتب 2. طيب الأصغر من ال 2؟
زيرو. اكسلنت. بكتب زيرو. وقلنا في السؤال ده انا مش همشي من اليمين، محدش يكتب لي من اليمين، انا بمشي من هنا من الشمال زي ما بكتب الانجليش كده. منين؟ من الشمال. تمام. اتاكد بقى عندي 8 اصغر منها 5 اصغر منها 2 اصغر من ال 2 0، ابقى انا كده ماشيه صح. بعديها نمبر 3، arrange the following in ascending order. قلنا ascending يعني منين؟ من الصغير للكبير. excellent. عندي هنا نمبر 1 ونمبر 8 ونمبر 3 ونمبر 6. قلنا ascending من الصغير للكبير. طيب مين هنا عندي السمول الصغير فيهم؟ 1. excellent. اخد ال 1 كده اكتبها نمبر 1 اول حاجه عندي. مين الاكبر شويه من ال 1؟ 3. excellent. لازم اشطب عليها كده عشان ما ارجعش تاني اخدها اكتبها. الاكبر شويه من ال 3 ال 8 ولا ال 6؟ 6. excellent. وبعد كده اللي بعد ال 6 8. اخد ال 8 اكتبها هنا. طيب اتاكد بقى انا ماشيه صح ولا لا. عندي 1 اكبر منها شويه 3، اكبر من ال 3 ال 6، اكبر من ال 6 ال 8، يبقى انا كده ماشيه صح. arrange the following in descending order. قلنا descending يعني من ايه لايه؟ من الكبير للصغير. excellent. عندي number 3، number 6، number 5، number 0. طيب descending اول حاجه بدور عليها الرقم الجريت الكبير ولا الرقم الصغير؟ great. excellent. مين هنا عندي ال great؟ 6. excellent. هاخد ال 6 واكتبها في الاول. الاصغر شويه من ال 6؟ 5. excellent. طيب الاصغر شويه من ال 5؟ 3. 3. والاصغر من ال 3؟ 0. ال 0. اتاكد 6 اصغر منها 5، اصغر منها 3، اصغر من ال 3 الزيرو. طيب هنا بيقول لي arrange، قلنا arrange يعني رتب. arrange the following in ascending order and descending order. هو هنا عايزني مرة اعملها ascending من الصغير للكبير، ومرة تانية اعملها descending من الكبير للصغير. بس هو هنا منظمها لي، هو هنا اول حاجة عملها لي الascending order، وقلنا الascending order من ايه لايه؟ للكبير للصغير. نو no. قلنا الاسندنج مش الديسندنج. الاسندنج الصغير للكبير. يبقى اول حاجه هدور عليها هنا الزيرو. الزيرو اللي هو الصغير، واكتب زيرو. الاكبر شويه من الزيرو 4. اكسلنت. الاكبر شويه من الفور 5. الاكبر شويه من الفايف 8. excellent. واكتب هنا 8. اتاكد 0 اكبر منها شويه 4، اكبر من ال 4 ال 5، اكبر من ال 5 ال 8. descending order يعني من الكبير للصغير. excellent. اسمه descending order. descending order يعني من الكبير للصغير. انا ماليش دعوه باللي انا كتبتهم، بس هقول لكم على حاجه تانية بس بعدين. ماليش دعوه باللي انا كتبتهم، انا بطلع ابص للي هو ايه اللي فوق. اللي فوق اكبر حاجه عندي في اللي فوق خالص مين؟ 8. 8. الاصغر شويه من ال 8 5. 5. 4. 4. 0. 0 لان انا بصيت للي هو اداهم لي. في طريقة تانية سهلة برضو بعمل ايه؟ لما يقول لي ascending order خلاص انا بعمل من الصغير للكبير. لما يقول لي العكس بس يكون لنفس الارقام بعمل ايه؟ باخد الرقم من هنا واكتبه الاول وامشي بالعكس، ال 5 ال 4 ال 0 زي ما انت كنت هتعمليه في الاول. تمام؟ طيب عندي بعديها arrange the following in ascending order and descending order. ده لوحدك بقى، بس لاحظي هو عايز ايه الاول. هو هنا مش عايز الاسندنج، لازم نلاحظ هو ونركز هو كاتب لي اسندنج ولا ديسندنج. هنا كاتب لي ايه؟ ديسندنج يعني من الكبير للصغير. اكسلنت.
يبقى انا هاخد هنا اني واحد عندي جريت نقراهم الاول. عندي نمبر 9 3 6 4. مين هنا عندي الجريت؟ 9. اكسلنت. ال 9 طيب بعد ال 9 شويه الاصغر six. منها 6. الاصغر شويه من ال 6 4 3. طيب انا عايزه بقى تحت عايزني اعمل من الاسندنج اوردر يعني من الصغير للكبير. هل ينفع ارجع تاني ابص للارقام ولا انا ممكن اوفر على نفسي وامشي بالعكس؟ امشي بالعكس. يعني اخد ايه الاول هنا؟ 3 4 6 9. بس انا لو هتلخبط انا هشيل دي خالص من عيني وارجع اعمل الاسندنج اوردر من نفس الارقام اللي هو الدهاني. لو انا هتلخبط ان انا انقلهم بالعكس من اللي انا حليته في اللي قبليها ارجع اخدهم منين؟ من الارقام اللي هو مديهاني. اتاكد من اللي انا حليته الاسندنج قلنا من الصغير للكبير بطلع السلم. اتاكد 3 اكبر منها شويه اكبر من ال 4 اكبر من ال 6 9. اكسلنت. طيب احنا النهارده اخدنا ثلاث كلمات مهمه جدا. اول حاجه ascending order. طيب اللي هو من الصغير للكبير اللي هو التصاعدي، اللي هو التصاعدي من الصغير كده للكبير اسمه ascending order. number 2 اخدنا descending order. طب descending اللي هو من الكبير للصغير. من الكبير للصغير يبقى descending يعني من الكبير للصغير. من الكبير للصغير. واخدنا كلمة arrange يعني رتب. arrange يعني رتب. وascending من ايه لايه؟ من الصغير للكبير. وdescending يعني من الكبير للصغير. excellent. يبقى النهارده اخدنا ثلاث كلمات مهمه نعرفهم ascending order من الصغير للكبير وdescending order من الكبير للصغير وكلمه arrange يعني ترتب. مش هطول عليكم النهارده في فيديو الماث لان انا عايزاكم تحلوا اكسرسايز كتير على الascending والdescending عشان هي تلخبط شويه. وبكده حبايبي نكونوا انتهينا من درس الماث النهارده لجونيور 1 الصف الاول الابتدائي. وما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو انا بنزله. وشكرا واشوفكم في فيديو جديد.